استضفوا احد اعضاء جمعية الكرامة اللي تسير هذا السوق هذا. المهم كما عودناكم دائما كنرصدوا التوقيت ديال الاغلاق، وكنناقشوا مع التجار والمهنيين الاوضاع ديالهم اللي كيعانيو منها. كنصادف معنا جمال، مرحبا بك سي جمال معنا في راس اونفو. شكرا، السلام عليكم. نعم سي جمال، اليوم جينا عندكم باش انكم نشوف لكم مدى احترام ديالكم التوقيت اللي فرض عليكم السلطه. مرحبا. نعم، ونناقشوا معكم لكن شي مشاكل اخرى. مرحبا مرحبا. وما من ضمن الاكراهات اللي كاينين هو السوق دابا حاليا كيتسد مع الخمسه، وبعين من الناس دابا ملي كيتسد السوق هنا مع الخمسه الشوارع راه كتبقى الازقه ديال العرائش راه كتبقى عامره، الناس اللي كيبيعوا الخضر والفواكه وتا الاسماك كيخرجوا السوق كيبقاو معمرين. حنا كيجيو يسدوا لينا السوق مع الخمسه، هذا راه هذا واحد العامل من عده عوامل. وكاينه اسواق في بالنسبه لسوق البركه هو هنا حدانا كيبقى حال تل تسعود، وكاينه سوق سبته وكاينه سوق البرارك كيبقاو حالين تل تسعود 8 عفوا 8. علاش 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 بالضبط هذا السوق هذا كيسد مع الخمسه؟ حتى هذا راه كيتصلم الاسواق حتى هو، حتى هو من المفروض حتى هو يبقى حتى 8 بحاله بحال الاسواق. مرجان كيبقى حال، البقال، المقاهي، المطاعم، علاش بالضبط هذا السوق هو اللي غادي يبقى هو اللي كيسد مع الخمسة؟ هذا راه سؤال مطروح، راه خاص السلطة حتى هي تساعد معنا وتاخذ هاد الناس بعين الاعتبار. حتى هما راه كيتصادموا مع عدة إكراهات ملي كيتسد عليهم السوق في هاد الوقيتة هذا. وشكرا. نعم سي جمال، وعاد سميتو حسب المطلب ديالكم أنكم تبقاو حتى العشية، يعني كاين الإنارة عندكم هنا يعني تلقيتو بالليل بعدا كاين الضوء؟ كاين الضوء ما كافيش. ما كافيش، كاين الضوء كاينه ولكن ما كافيش. نعم شحال معطل. شحال معطل. نعم، وكنلاحظوا بان كاين بزاف كما قلتي يعني العشيه ان كيكونوا بزاف هاد الباعه المتجولين اللي كيخرجوا للشارع، واش كيصبوا لكم شي ضرر ولا والو؟ اكبر ضرر، هذا اكبر ضرر. وانا كتسد عليا هنايا كنبقى واش احنا حاضين هاد السوق هذا ولا؟ انا ما فهمتش. انا ملي كنجيبوا احنا السلعه والزبون اللي يجي تشتري من عندي كيلقى السلعه كيلقاها في الزنقه راه ما يوصلش عندي، هذا راه في حد ذاته ضرر. هاد السلعه اللي ممكن تجيبوها جيبوا الكليون ديالنا، الكليون ديالنا ما كيوصلش. انا كتسد عليا مع الخمسه، هو يجي يخرج مثلا من العمل ديالو السته ولا السبعه ولا ذاك، راه كيلقى داك الشيء اللي خاصو في الشارع راه ما يوصلش لعندي لهنا. هذا راه في حد ذاته ضرر، بالفعل كاين ضرر. نعم، كاين شي اكراهات اخرى كتعانيو منها هنا في السوق هذا؟ عدة اكراهات، ولكني حاليا في هاد الظروف ديال هاد الجائحه هادي هذا هو الاكراه اللي موجود دابا، هو الباب ما خصوش، خاص السلطه تساعد معنا، ما خصهاش يتسد السوق مع الخمسه يمدوا لينا في الوقت. واكراهات اخرى راه عدة اكراهات. وكان سميت لكم شفنا بان كان عندكم هنا كنتفرض عليكم شي مجموعه ديال شي تجار فوق النصر ديال كانوا جابوا شي تجار اخرين من سوق الناس تفرضوا عليكم هنا في هذه البلاصه هنا في السوق ديالكم، وكانوا يهيدوا شي اخوان اللي قدامين معكم هنا. بالفعل كاينه، وكاين اللي عنده البلاصه ديالو راه مستافد هنايا وخرجوا له القرار في البلاصه ديالو، كاينه الناس راه مستافده ودار القرعه وعندو البلاصه ديالو، وجاو شي اخوان كانوا في حي الناصر وخرج القرار في البلاصه اللي هو مولاها كيشتغل فيها. راه كاين هاد المشكل، حتى هو راه كيعانيو منه الناس. نعم، هاد القرار اللي خرج واش داك السيد هذاك واش ما كيفرش شي اولا كيكون ديما مفرش؟ لا كيفرش، قال ما كي ولو كان ما كيفرش هذا راه تناقض، علاش عطاوه؟ نعم مادام عطيتوه استافد اذا راه مهني. نعم، لو كان ماشي مهني ما تعطيوش من ديبار. نعم، اذا ما يمكنش تعطيتيه استافد في الاخر تحيدها له، هذا راه بحد ذاته راه تناقض. نعم، ولا النقاشات يعني داخل السوق عندكم كيفاش كيجري يعني القضيه ديال يعني كما نقولوا البيع والشراء، واش كاين شي رواج ولا؟ خا شويه ديال التنظيم، الا كان التنظيم وكان هذاك راه كيكون السوق مزيان، اما بالحق ملي كيطلقوا الناس للشارع برا في الازقه وهذاك راه كيتهرس السوق. اما ملي كيجمعوا السوق وما كيخليوش الناس فراشه والسوق الاسبوعي ما تعمرش في السوق الحد كيكون واحد التحسن، ولكن ما حنا كنطلبوا من السلطه تعاوننا وتاخذ بعين الاعتبار هذا السوق هذا وتشوف الاحوال ديالو
وهاد الناس اللي في الزنقة راه كاين منهم اللي راه مستافد وكيخرج. علاش كيخرج؟ كيشوف واحد اخر ثاني متطفي راه كيجي كيستغل الوضعيه ديال الشارع وكيفرش تما وتيشوف السلعه ديالو هنا كتضيع كيضطر حتى هو يخرجها ويخرج عند داك اللي في الشارع، ولكن يمشي لخاطرو خرج، راه الاخر اللي دفعو يخرج. راه انا هذا عام انت ثم دابا على حسب كنشوفوا السلعه ديال الخضره ولا الفواكه ان عندها واحد التوقيت، يعني ما تبعتي واحد المده يومين ثلاث ايام تقدر صافي مشات. كاين السلعه اللي خصها تباع في نهارها، ما بالك يومين ولا ثلاث ايام، كاين السلعه اللي خصها تباع في نهارها. على سبيل المثال دابا الفريسه لا حطيتي الفريسه باتت ما يمكنش تباع، الكرموس ما يمكنش يتباع، كاين بزاف د الحوايج راه خصهم يتباعوا خصوص مالي الفروته، مازال الخضره راه كتصبر شويه، اما مول الفروته والفروته راه كاين الحوايج اللي خصهم يجيبوهم في النهار وما يقتلهم ويتباعوا. ما كتصبرش. الاول باش تدخل في هذا السوق هذا واش كان شي التزام من السلطه انكم لا تدخل في هذا السوق هذا يحاربوا التجار اللي كيبيعوا في الشارع العام؟ ما كاين حتى شي التزام. يعني مع نقولوا التزام راه خصها تكون مقاربه تشاركيه مع الجمعيه، ما حاليا ما كاين حتى شي التزام. اصلا الامور راه كدخلت بالعشوائيه وبقى حاليا راه عشوائيه. وحنا شوف حنا السلطه راه تاج فوق راسنا، حنا ماشي ضد شي جهه معينه، ولكن كنستغيثوا وكنطلبوا يد مساعده منها ودير التدخل ديالها وتنصف هاد الناس هادو ويكون شويه ديال التنظيم، وحنا مع التنظيم. نعم، وهذا السي جمال كما قلت العشوائيه بحالاش العشوائيه، واش في التنظيم؟ أولا باقي ما السوق هذا باقي ما تسلمش البلدية. ملي كنقولوا العشوائية راه بعض المرات كيجي واحد ها هو مستافد حاط هنا، واحد آخر راه كيجي قدامه كيفرش. نعم. اللي راه في حد ذاتها راه عشوائية. كيجي واحد آخر شفت شمن مهنة عنده كاع طلع للمارشي راه تصادف مع شي حاجة شراها شي لبانة أو باون على سبيل المثال، وكيجي هنا قدامك كيقتل ذاك النهار وكيمشي بحالو. هذا راه في حد ذاته عشوائي. أنا كنمشي عشوائي، هذا سوق نموذجي راه خاص أي واحد عنده الدكان ديالو أو المحل ديالو اللي يستافد فيه كيفرش فيه، ما يجيش واحد آخر استغل ذاك راه ويجي قدامه يفرش. هذه راه في حد ذاتها راه كنعانيو منها. جمال كاين واحد البيرو هنا ديال السلطة عندكم هنا، واش ما كتراقبش بحال هذا الشيء ديال العشوائيات ولا؟ البيرو كاينين والسلطة كتجي، ولكن ما كاينش الخدمة بديك الشفافية والنزاهة، يعني عاد تجي وتبقى حارسة كيجي واحد هذاك راه وكيمشيو بحالاته، ملي كيمشيو بحالاته مثلا الوقت الساعة اللي كيجيو فيها قادروا حيدوا هذوك الناس كيتخبعوا كيمشيو بحالاتهم كيوليو ورجعوا. نعم. ما حتى السلطة ما عاد تبقاش مثلا في السوق النهار كامل، يا هذا راه عدتها، ولكن إلا تعاونوا معنا وتعاوننا معاهم غنلقاو الحل. نعم. يعني ما نقولوش كاين المشكلة، كاين حتى الحلول. نعم. حتى حنا كنشادوا في راسنا، حتى حنا كاين تقصير، ماشي ما كاينش تقصير، ولكن خاص معاونة. نعم. باش نوصلوا للحل. نعم، أنتم كجمعية واش ما فكرتوش أنكم ديروا بحال هكا شي لجنة تنسق مع السلطة تكون هي كتراقب المدخل ديال السوق؟ ماذا بينا؟ ماذا؟ كما قلت القضيه دي ان الناس اللي كتبيع هنا راه داخل هنا، ولكن اللي كيجيو براني ما يقدرش يدخل يفرج في السوق على حساب كاين الناس الملتزمه. احنا ماذا بينا؟ احنا ماذا بينا تكون شي لجنه اللي تنسق معنا وتاخذ بعين الاعتبار هذا المشكل هذا ونطرقوا لهاد الاكراهات اللي كتحل بالسوق كامل. نعم، وان شاء الله يعني كما قلت لك هاد السوق هذا واش باقي الان؟ باقي ما تسلمش بحال البلاصه البلديه؟ باقي ما عندكم لا تجربه لا؟ لا باقي 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 ما تسلمش. هو تسلم البلديه ولكن باقي ما خرجش القرار، الناس اللي مستافدين هنا باقي ما عندهمش القرار ديالهم. نعم، وحنا مقبلين على هاد. نعم، حتى كنا شفنا واحد يعني في المشكل الازمه اللي كانت عندكم هنايا كانوا بعض الساكنه كيتشكاو بها، واش هاد الحل هذا واش كنتو حليتوه ولا لا؟ عاود السؤال ما سمعتكش مزيان. كنا شفنا كاين شي ساكنه هنايا جاوكم هنايا يعني كان شي ازبال كتسيب هاد الديور، هذا المشكل واش حليتوه مع الجماعه ولا شركه؟ وهاد المشكل ديال الساكنه كتشكى راه حتى حاليا حتى السوق راه كيعاني من هاد المشكل ديال هاد الازبال، راه الازبال بعض المرات راه ما هادشي ما خافي حتى على واحد. هاد الازبال راه بعض المرات اضطروا كيبقى عامر حتى لسيمانه والريحه فيه، هذا راه في حد ذاته راه كاين بعض الكليه اللي ما كيبغيش يجي على هاد العامل هذا، راه كيشوف البيبان مغلوقين بالطوار ديال الزبل. وعايجي مثلا بالسياره ديالو للباركي عاي باركي شو هذيك الحاله ما لا تصادم مع هذيك الحاله وجا ودخل للسوق غدا مره اخرى اي دائما اي ياخذ ديك الفكره انني هذاك السوق راه موسخ الناس ديالهم موسخين. الناس حنا ما بغيناش نطيحوا في هذا الموقف هذا، حنا بغينا يكون واحد السوق عنده واحد الجماليه، وهذا غير على العريش ملي كنهضروا حنايا. حنا هذا حب علينا حب ديال العريش وغير على هذا السوق وغير على البلاد ديالنا.
لان هذه الازمه اللي كتكون محيطه بالسوق راه ضرر للسوق بالفعل. انتم كجمعيه واش راسلتوا السلطات يعني بحال جماعه بحال شي شركه ديال الكلفه بالاسباله يكون ولا الجمعيه ما مراسله رسميه دو. لا الجمعيه مرت من عده مشاكل مع السلطه. نعم هذا الشيء ما غادي نمشي نفيوها، مرت عده مشاكل مع السلطه وحنا كنحاولوا نتفاداو هذه المشاكل هذو ندخل السلطه وتشوف الاحوال ديال السوق والماضي كيبقى ماضي. نعم وانتم زعما يعني كجمعيه انا كتوفروا الان كتوفروا حتى النظافه موفرين كلشي. لا ضروري موفرين، كاين النظافه داخل السوق، كاين الامن، كاين موفره ولا يمكن نمشي بواحد الحد نمشي بالمطلوب اللي بغيناه. نعم والاخوان هنا ملتزمين معكم يعني في يعني في الصوائر ديال الاساس وكذا. كاين خلل ولكن ما كاينش واحد الضرر. هو كاين في حد ذاته راه كاين خلل، كنتصادموا مع هاد المشاكل، ولكن حاليا ماشي هو اللي اني هو دابا السوق راه كيتسد بكري، واللي اني هو هاد الازبال، واللي اني هو هاد الناس راها كتعاني بالعشوائيه هنا لداخل، واللي اني هو خاص السلطه تشوف بعين الاعتبار، هذا هو اللي اني هو اللي خصو نطرقوا ليه دابا. ايوا شكرا سي جمال. كنشكرك اخي. شكرا سي جمال. شكرا جميع المتتبعين ديال راس اونفو اللي قربناكم شويه من السوق ديال جنان فرنسيس، السوق ديال الخضره اللي السوق يعني تقام فيه تقريبا عده يعني انواع ديال الخضار، الفواكه، يعني الدجاج، السمك، يعني اي حاجه بغيتوها كاينه موجوده في السوق هذا. وكنتمنوا من السلطه المحليه ان تتسامع لهاد الاخوان ديال الجمعيه لهاد المشاكل.